أطلقت الجمارك السعودية حملة توعوية تحت عنوان استوردها صح، بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها عموما والمستوردين الجدد خصوصا بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة والتي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات ذات العلاقة بالفسح. حول هذا الخبر وللمزيد انضم الينا مدير تطوير الاعمال في الجمارك السعوديه بدر الربدي. حياك الله استاذ بدر معنا على الاخباريه. الى ماذا تهدف هذه الحمله وكيف يمكن لها ان تؤدي الى سرعه انهاء الاجراءات تحديدا؟ مساء الخير اخوي محمد، مساء الخير المشاهدين والمشاهدات الاعزاء. الحمله تم اطلاقها من قبل الجمارك السعوديه وبالشراكه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه مثل الهيئه العامه للغذاء والدواء وهيئه اتصالات تقنيه المعلومات. الهدف من هذه الحملة بشكل كبير جدا هو التركيز على المستوردين الجدد خصوصا الذين يستوردون شحنات ويبدأون أعمالهم التجارية خلال الفترة القريبة ومن دون استكمال إجراءات التحقق من متطلبات الجهات الحكومية المعنية. اليوم عديد من رواد الأعمال يبدأون صفقاتهم التجارية ويبدأون عمليات التوريد للمملكة من دون استكمال التحقق من متطلبات الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو هيئة اتصالات تقنية المعلومات أو الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة. من الضروري جدا أن نستهدف في هذه الحملة أن يتم توعية الأخوان أو رواد الأعمال وشركائنا من القطاع الخاص بجميع متطلبات الجهات المعنية قبل البدء بعملية الاستيراد. جميل أستاذ بدر، متى سيتم تطبيق هذه الحملة أيضا والاستفادة من القنوات الرقمية؟ في الحقيقة في السابق كان من الصعب جدا الوصول إلى بعض المعلومات التي تخص متطلبات الاستيراد والتصدير من الجهات المعنية. اليوم ولله الحمد أطلقنا دليل للاستيراد والتصدير عبر منصة فسح الإلكترونية وهي النافذة الموحدة للاستيراد والتصدير، ويستطيع جميع المستوردين أو رواد الأعمال قبل البدء بعمليات التجارة أو عمليات التجارية وإتمام الصفقات التجارية من الاطلاع على الاشتراطات واستيفاء جميع المتطلبات قبل إتمام العمليات والصفقات التجارية، وذلك يحميهم صراحة من خسائر قد تكون بسبب دخولهم في بعض الصفقات التجارية من دون استكمال إجراءات التحقق والمتطلبات اللازمة من الجهات المعنية. اليوم أيضا تم إطلاق مراكز الدعم الفني ومراكز استقبال خدمات العملاء واستفساراتهم عبر الوسائل الرقمية جميعا على منصة تويتر، على موقع الهيئة العامة للجمارك أو حتى على أرقام التواصل المباشرة، وتخدم ويتم إجابة وإجابة جميع الاستفسارات التي تقدم من قبل العملاء بشكل مباشر جدا. شكرا جزيلا لك مدير إدارة تطوير الأعمال في الجمارك الأستاذ بدر الربدي.